ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. وده احكي مصري، يعني اليوم اكلتي من الاكلات الشعبيه اللي ياكلها الفقراء والاغنياء. هذه الاكله مشهوره جدا بالمطبخ المصري الفرعوني. راح اخذكم بجوله بسفره الى وين؟ الى بغداد. طبعا احنا ببغداد، الاكل مالنا راح يكون مختلف اليوم. راح اروح ونشوف شلون يطبخون الكشري. اتصلت بأسطى حمودة وراح يسولف لي وراح يحكي لي الأسرار اللي تقدم بهذه الأكلة، وراح أجيبها لكم من الألف للياء. يعني اليوم حلقتنا عن الطبخة الشرقية المصرية الكشري. انتم بخير مره ثانيه، وعيدكم مبارك، وان شاء الله يا رب الصحه والسلامه على كل من يشاهدنا ويشوفنا. اليوم جيت يا محموده طبعا ديب. وراح نشوف السر بالكشري وعمل الكشري اليوم. طبعا حموده كل عام انت بخير، شيف خلدون وياك وقناه اليو تي في. كل سنه وانت طيب يا حبيب اخوك، وانت جيت في الميعاد اللي انت قلت لي عليه. تمام حبيبي كده كده 100 100. لا احنا كده اخوات وحبايب. الحمد لله حبيبي، ان شاء الله نبقى اخوان وحبايب باذن الله. تمن سباكيتي، مكرونة، عدس، حمص، صلصة، بصل. نختمها اكيد بالبصل مو؟ الحلو بيه انه نسمي الله الاول ونشتغل. بسم الله. اول حاجة نشتغل على التمن. التمن اول شيء. حلو. هذا بزل يعني سلق لو تمن ده سلق. الباقي كله سلق. حقيقة. خلي عليها السباكيتي. مكرونة. وتخلي عليها المكرونة كلها اللي فوق. بعدين. هتخش بقى تاخد من العدس ولا العدس يا عم؟ العدس حسن. حمص شويه برضو يشكلوا الطبق. وبعدين الصوص صلصه داير مداير. ناخد شويه بصل عليهم على الوش مقرمش. هذا قلي بصل يعني حاجه محترمه وحاجه حلوه قوي. تخبط طبق كشري تاكله فطار في الغداء في العشاء كل الاوقات في اي وقت عايز تاكله حار تاكله بارد. حاجة يعني تاكلها تتكيف منها. احنا في مصر ما بنستغناش عن الاكلة دي. حلو. الصلصة هاي شو مكوناتها؟ صلصة طماطم. بس. طب طبعا معاه بقى توابل وكلام منها. حس ان برضو الصلصة تطلع مختلفة عن اي حد بيعملها. انتوا بالمطعم هنا انا اما اكلك لا تقدموها. غير الكشري. غير الكشري عندنا اصناف تانية مختلفة. نعم. زي مكرونة بشاميل. حواوشي. حواوشي. فراخ. حمام. كبدة. حمام محشي. حمام محشي. الملوخية. لا ما اشتغلناش لسه في الملوخية. ساعة ما نعملها خليك برضو زي ما انت جيت لي كده تيجي برضو خليك تاكل شوية ملوخية وطاجن عكاوة. هو ده الصحيح. طاجن عكاوة على المظبوط. بس عاش ايدك 100 100. حبيبي بالله انا والشيف. البصل هذا شلون نسوي هيك بس قلي؟ بصل قلي. تديله برضو شوية التحضيرات بتاعته وتقليه. يطلع معاك بالشكل ده والطعم ده. شفت الحلة مالت القدرة. القدرة. القدرة دي بتبقى مالت الفول. يعني تحط فيها الفول وتسويه. فيصير عندك شنو؟ يصير بقى يطلع معاه شويه فول وطعميه. طعميه طبعا هي برضو فول. بس فول ايه متشوش. لكن الطعميه اللي هي بتقول عليها هنا فلافل دي بتبقى معموله من الحمص. من الحمص. احنا بنعملها بالفول. طعم وحاجه مظبوطه وحاجه مختلفه. لا 100 100 حبيبي. تسلم. انت من وين مصر؟ أنا من المنوفية. من المنوفية. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا. أحلى ناس حبيبي. الله يبارك لك أخويا. الأكلة كلش طيبة طبعا. الكشري مكوناتها متعددة، بيها سباكيتي وبيها مكرونة وبيها تمن. أجي تم بزل. وبيها بصل وبيها صلصة. أجي خمسة. وبيها حمص وبيها عدس. أجي سبعة. بس لحدنا أنت ما قلت لي السر وين أكثر شيء في الكشري. تبقى الصلصة والبصل. صلصة بيها خلط شويه خلط. طماطه وخلط وملح. بهار شنو بهارات بقى انت بتشكل لها. يعني ممكن تديها جوز الطيب، تديها كمون، تديها فلفل. جرز الشغل جرز الفسحه ضرب. كل حاجه هي على المضمون. هذه تعتبر من الاكله الشعبيه. الاكله الشعبيه المهمة. اكتر اكله شعبيه في مصر مطلوبه. كل مصر تسويها بنفس الطعم حتى البيوت.
بس طبعا انت عارف ان الاكل انفاس، كل نفس مش زي اكثر شيء يكون بالتجديد بالبصاصه، اكثر شيء بالبصاصه يعني هم اكثر حاجه ياخذوا وقت برضه. وسمعت موضوع انه يقولوا اصلها هندي، معقوله؟ لا مصريه 100%. مصريه 100%. الاكله دي عالميه وما تقوليش هنديه. احنا الاساس والباقي كله لبس الاكياس، ما تدورش عمي. احنا بلدنا بلد الكشري، مصريه 100% مش هنديه. خلاص كلام من بصمه، هذه بصمه، بصمه مصر، نيام الملك فاروق. بصمه مصر هذه، بصمه الاصلي، الاصلي الاصلي، الكشري الاصلي الاصلي. هسه احنا جربنا الاكله هذه، ولو حطيت عليها شويه حر كمان تخليك تاكل الطبق. ما خليت لي حر، احلى شويه حار يخلوك 100%. شويه حر يا عم، هاي شطه. شويه شطه. فهي من انتوا تسووها؟ احنا برضو اللي نسويها، الاكل كله بنعمله هنا حار كل شويه. تاخد بقى حط شويه كده وجرب خفيف كده، يعني ما تتقلش. يعني خف حرارة برضو، تكون سخن عليك شوية ولا حاجة تعمل ارتجاج. مصرية 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 في بغداد، كشري في بغداد، مصرية عالمي. مصرية عالمي. قولي رأيك بالسبايسي الحار. سبايسي مصري، حاجة مظبوطة يا سحس، حاجة مظبوطة. لا والله عاشد ياكم حبيبي بالله. أنا والشفا، أنا راح أحاول أنه أجمع المكونات برأسي، وده احاول هم اجمع الصلصه حتى تطلع بالمضبوط هي. حلو. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي نعملها زي اخواننا المصريين باذن الله. باذن الله. انت خد بس وقتك على ما توصل، وان احتجت اي حاجه انا في خدمتك. انا اشكرك حبيبي. انا اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير حبيبي، وانت بالصحه والسلامه وعيد سعيد عليك، وربنا يتقبل منا ويحفظكم المصريين كلهم حبيبي. الله يبارك لك، الله يحفظك. يلا في امان الله، الله وياك، فريق السلامه. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، وعيد اضحى سعيد على كل مشاهدينا وكل متابعينا. وحلقه مميزه لي هذا اليوم من المطبخ الشعبي، راح يكون في عندك الف عافيه بحلقات مميزه الكشري. مثل ما شفنا انه حموده اعطاني تقريبا كم شغله للكشري. طبعا هي تعتبر من الاكلات المهمه جدا بالمطبخ المصري، وايضا تعتبر يمكن الاولى اذا مو الثانيه بعد الفول. طبعا الفول هي اكله هم تعتبر من الاكلات المهمه بالمطبخ المصري، الفول والملوخية وأيضا الكشري. احنا اليوم خلنا نركز على موضوع مهم، عندنا الكشري. الكشري اختفت به الآراء، ناس تقول هندي وناس تقول مصري، لكن كنا نبصم بالعشرة زين أنه المطبخ المصري أبدع بالكشري. أضاف لبعض الإضافات اللي هي نوعين اثنين من الباستا، نوعين اثنين من المكرونة، وأيضا مجموعة كاملة من المكونات كالصلصة أيضا، وأيضا هنا يكون في عندك العدس الأسمر. لكن كنا نعرف انه شغله مهمه جدا بهذه الاكله اللي هي اكيد التمن. نوع التمن المستخدم بهذه الاكله اكيد مو بسمتي، ولا استخدم ان انا نوع اخر او الامريكي او غيره، انا استخدم ممكن نوع واحد اللي هو المصري، وده غير متوفر. فقريب على المصري هنا العنبر يخبل يعطيك طعم ونكهه كلش طيبه. فراح ابلش هنا. عيد اضحى مبارك على كل مشاهدينا ومتابعينا. كل الاضحيه عندي هنا ثلاث اضحيات، ها اللي يريد من عندهم هذول الموجودات. طبعا هنا راح يكون في عندك حمص عدس بالاضافه الى الصوص اللي راح تسوي. طبعا ممكن تخلي له شويه خل هنا حسب الرغبه، ناس تخلي له خل، ناس ما تخلي له خل. حمودش قال انه اذا حبوا انه اكو 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 ناس تبتكر بيه بعد اكثر، تضيف بعض الاشياء اللي ممكن هنا. طبعا هنا كل المكونات موجوده الا البصل، البصل المقرمش هنا موضوع الاخ، يعني لازم يتغلف بطحين ونشا وبعدين يتقلى، بس يجهز ان شاء الله يجينا، هذا اخر شيء راح يكون قرش. لكن المكونات اللي هي عباره عن عدس راح استخدم تقريبا كوب كامل، حمص مطبوخ تقريبا كوب كامل، تمن بسمتي، عفوا قلنا بدون تمن بسمتي سوري، تمن مصري او تمن هنا استخدم هنا العنبر قريب على هذا، مكرونه سباجيتي، راح استخدم مجموعه حلوه من البهارات، شفت هنا الكزبره والحلبه، ايضا راح يكون في عندك هنا الفلفل الاحمر، شويه الكاري بالاضافه سوري كركم، ثوم، زعفران شويه، وايضا هنا يكون في عندك المرق حتى يكون في عندك الصلصه كلش طيبه. اول شغله اسويها هنا راح يكون في عندك انه اطبخ التمن. التمن مثل ما قال انه بزل يعني، لكن انا احطيك شيء اسرع من البزل. ان اول شغله هنا اسويها اضيف مي ملح وانتظره لحد الغليان،
وبعدين اقول لكم شنو السبب. هسه انا خليت تقريبا كوب كامل من المي، راح اجيب هذه هنا وابلش. بعدها راح ابلش بالمكرونه اللي هي طبعا اكيد سباجيتي، دائما انا اخلي مي واخلي له زيت. هذا راح اخليه ايضا هنا، شوف هذا اوكي كله اوكي. ايضا انا راح اضيف مي، اسلق السباجيتي، اخلي له زيت، زيت زيتون طبعا، وهنا هم راح اخلي زيت الزيتون. راح اسوي نفس الطريقه، شوفوا راح اوحد اي شيء ينسلق بنفس الطريقه، يعني الاسباجيتي مثل التمن. شو راح اسوي هنا؟ راح انتظرهم لحد الغليان. نجي على الصوص. الصوص اللي حسيت انا بطعم كامل ومميز بشغله بي كانت اللي هي الثوم والبهارات، فراح اخلي بالبدايه ايضا زيت الزيتون، ما راح اخلي سمنه، يعني ما راح اخلي دهن، راح ابلش بشويه من زيت الزيتون، وبعدين اجيب هنا ممكن خاشوقه واحده من الثوم، يعني تقريبا خلينا نقول فصين اثنين ثوم حلوين اخليهم هنا، وانتظرهم لحد ما تتحمص. اخلي لها عندي طماطه مهروسه، او ممكن استخدم هنا معجون طماطه واخلي لها شويه ماء، لكن الحلو هنا انه انا جبت لي طماطه كامله هرستها وخليتها تقريبا خاشوقه او خاشوقتين، من شنو؟ خليت لها خاشوقه او خاشوقتين من الكاتشب بالاضافه الى شويه معجون طماطه، كلها سويتها ميكس هنا كلها صارت عندك هنا مع بعض. انا احب هذا الصوص صراحه، راح اخلي له خل ايضا. يلا نبلش. ونبلش يا عيني ايش عندنا؟ ما تقول ليش عندنا اليوم الكشري وعلى وصفه المطعم المصري، يعني جبنا لكم وصفه مصريه بحته ما تقبل غلط، ومن الالف للياء. هاي شويه اخليه هيك، هاي شويه اخليه هيك، والعب يا باشا. اول شغله هنا أنا بهذه الاكله مثل ما ذكرت انه هذه العناصر المهمه، اول شيء لازم يكون عندك العدس مسلوق، انا سالقه، هذا ياخذ وقت. ونوع العدس استخدمته اللي هو العدس الاسمر، موجود بهذا الطبخه العدس الاسمر، بالاضافه الى ايضا مكرونه، انا سالق المكرونه، الحمص اوريدي ممكن استخدم هنا اللبلبي تمام، او ممكن اخذ هنا حمص يكون مطبوخ، او ممكن المعلب، لكن بعد ما اتخلص من الماده الليبيه اللي هي ماده التحفيظ او الحفظ. بعد هنا ايش راح اسوي؟ راح نسلق نحمص الثوم، راح اخلي شويه من الباودر اللحم او الدجاج حتى يعطيني طعم كلش طيب للتمن. ما ادري ليش ما فار لحد الان. هناك ايش راح اسوي؟ هناك راح احمصهم، قلبها للثوم احمسه زين قبل ما اخلي له الصوص. قبل ما اخلي له الصوص هنا انا اسوي هذا الموضوع. راح اخلي له شويه خل، مو كلش هوايه. دائما ما تخلون الخل شويه ابتعدوا عن النار. اخلي صوص الطماطه. بعدها راح اخلط المكونات مع بعض البعض، تحتاج ملح. وملحني يا عيني ملحني. بعدها ايش راح اسوي هنا؟ راح اخذ شويه من هذا المي، بس بعد ما ذوبت هنا المرق، استخدمت هنا ممكن مرق خضروات كلش طيبه. راح اخلي شويه من المرق هنا على الصوص، حتى يكون عندك الصوص عندك جاهز ويخبل. بعد ما ضفت هذه المكونات كلها مع بعض البعض، الصلصه صارت عندك جاهزه. نجي هنا غير المي، اجي ابلش بالمكرونه، المكرونه لازم تنكسر. يعني لازم تكون مكسوره بهذا الشكل. ناخذها كامله نكسرها واخليها قبل باي باي سلق. نجي على التمن، بعد ما شفت انه غلى راح اخلي التمن بهذا الشكل واطبخه كله بعد ما يحتاج دهن وزيت، لان الزيت اللي خليته اللي هو يكون عندك زيت الزيتون ممكن. بعد ما ضفت هذه المكونات بالصوص راح اخلي شويه من الكزبره، بابريكا، كمون تمام، هذول يعطون للصوص طعم خرافي وكلش طيب. وراح اخلي شويه من نكهه الزعفران، وراح اضيف شويه من الكركم حتى تكون عندك الصلصه جاهزه، شويه فلفل اسود. تشوفون ده اخلي شويه من كل شيء. بعد ما خليت هذه المكونات كلها مع بعض البعض راح اتركها على النار لحد ما تنطبخ. طبخنا هسه احنا التمن، التمن مثل البزل سلق، هذا بعد ما يفور يغلي اشيله اصفيه. عندك السباجيتي وعندك الصلصه، الصلصة أيضا تكون مهمة جدا.
بالإضافة إلى أنه العدس أوردي عندي مطبوخ والحمص أيضا عندي مطبوخ، بالنهاية راح يتركب الأكلة. وحدها تركيبة الأكلة يراد لها أيضا وقت. تخيل هنا تركيبة الأكلة، أول شيء تصب التمن، تصب الشعرية، عفوا اللي هي سباجيتي، تخلي المكرونة، تخلي العدس، وتخلي الصلصة، آخر شيء تخليها البصل المقرمش، وتأكل عيني كشري إلا على كيف كيفك. بنهاية هذا الطبق مشاهدين اللي أحبه راح تكون الصبة ماتة، لكن قبل بريك سريع وراجعين مع ألف عافية لهذا اليوم. طبعا مثل ما تشوفون المشاهدين، التمن عندك جاهز، سباجيتي جاهز، المكرونة، الصلصة، العدس الأسمر، وأيضا الحمص والدين الحار هذا. إن أنا شو راح أسوي؟ راح أسوي البصل اللي يكون طبعا أكيد خلط النشا مع طحين مع شوية ملح، وممكن أخلي لهم شوية من البهار حتى يكون طعمه كلش طيب، ولازم الزيت يكون كلش حار كلش حار، فخلي اللحق قبل ما يحترق الدهن. أول شيء أخلي نانا بصل مقطع جوانح بهذا الشكل، بعدين أجي أخذ شوية ملح أخلي للبصل، وأجيب نشا وطحين، نشا وطحين مخلوطين مع بعضهم، راح أخلي النشا والطحين أيضا بهذا الشكل. أرجع مرة ثانية أخلي شنو؟ أخلي أيضا شوية ملح، وبعدين أخلط المكونات مع بعض البعض بهالطريقة هذه، فأخلطهم مع بعضهم بعض. أول شيء تخلون شوية ملح مع البصل، وبعدين مع الطحين أيضا شوية ملح. هنا تخلطون كل من النشا مع شنو؟ مع الطحين، مهم، لأنه هذه الخلطة هي الخلطة الأصلية أو اللي تقلي بيها أنت البصل ويطلع لك البصل عندك محمص. بعد ما ضفت المكونات هاي كلها مع بعض البعض، أقليهم هسه وأنتظرهم لحد ما يعطيني الشكل الذهبي الجميل للبصل. الطريقة جدا بسيطة، شوفوا أنا همزة غلطت بهاي الأكلة، خليت هنا شوية من الدهن، يعني هذا الدهن سمنة البلدية أو ممكن أخلي الزبدة، يطلع خرافي الطعم مالته. هذا رجع هنا وهذا رجع هنا، ونقلي هذا على راحته. أجي شلون أشكل الكشري، شلون يصير طبق الكشري؟ أول شغلة نجي ناخذ التمن، تمن مصري يخبل طبعا يكون مبزول، وجايب لاني أكبر خاشوقة، أصبه بهذا الشكل. أول شغلة هاي، أول شيء هنا شنو؟ أول شيء تخلى التمن، ورا ما خليت التمن شو أخلي؟ راح أخلي السباجيتي، نخلي السباجيتي بهذا الشكل. طبعا أنا شوية دا أداري أكثر للطبق، ورا إيش راح أضيف؟ راح أضيف المكرونة. المكرونة يا عيني تشوفون المكرونة بيها شنو؟ بيها زيت الزيتون، السباجيتي بزيت الزيتون، كل هذا أنا ضفته حتى يعطيك طعم ونكهة كلش طيبة له. وممكن شو تخلي له؟ ممكن تخلي له شوية بهارات إيطالية. فخلص من المكرونة، هنا نبلش بالعدس الأسمر. هذا صار تمام التمام، خلص صفيه من الدهن. طبعا اكيد صفوه من الدهن مالته، دهن مالته العلم انه ما يلزق ابدا. شوفوا النشا مع الطحين يكون عندك تمام التمام. هذا هم صار جاهز اللي هنا، كل شيء صار جاهز. هسه ايش راح اسوي؟ قلنا نخليه شنو؟ نخلي العدس الاسمر اللي هو اساسي بهذه الاكله، بالكشري كلش اساسي. اعتقد هو كان ستاندر الاصلي كان عباره عن تمن، وكان عباره عن شنو؟ عن عدس اللي هو العدس الاسمر. احنا الكشري مالنا شو نخلي له؟ نخلي له العدس الاصفر، دائما احنا نطبخه بالعدس الاصفر. اخلي حمص هسه، دلعه بالحمص يا برنس، صفوا من المي مالته. انا اخليه بمي وزيت زيتون، تشوفون ايش دا اسوي؟ مي وزيت زيتون، أخلي شوية من الحمص بهذا الشكل، يطلع عندك الكشري شنو؟ خرافي.
اجي شو اخلي هسه؟ الصلصه. ضيف الصلصه على كل الطبخه. شوفوا انا سويتها ثخينه، اللي يحب يسويها خفيفه راح يكون اكيد حسب الرغبه. بحلقات سابقه انا مسوي الكشري قبل، بس ما كنت اخلي له صلصه هواي، طلع الموضوع لا تخلي صلصه هواي. شلون تمن المرقه؟ بعد ما خليت الصوص اخر شيء يتخلالها البصل، البصل المقلي. بيش قلينا؟ قلينا بالنشا والطحين. ارجع مره ثانيه هم اخلي له البصل الاشقر الثاني، اخليه بهذا الشكل كقارنش، ويطلع عندك كشري على كيف كيفك يا برنس. وحموده اتمنى تشوف حلقه اليوم وتشوف الكشري شلون سويناه بطريقه جدا سهله بسيطه وسريعه ولذيذه على نفس الوصفه اللي ذكرناها لكم. الكشري اكله الاغنياء والفقراء لسبب واضح جدا. بهذه الاكله انا شفت وانتبهت على شغله بها، بها اكثر من ماده، بها اكثر من عنصر. اذا كامله القيمه الغذائيه، الاشياء اللي بها تقريبا صحيه. التمن انسلق، السباكيتي انسلق، العدس انسلق، الحمص انسلق، والمكرونه ايضا انسلقت. الحلو بها ان الصوص، هذا الصوص خلاه تتغلف كل الاكله هنا بالاخير، وكل شيء يتخلب بهالتركيبه هذا. هذا الكشري اللي سويناه احنا اليوم اعتقد كامل القيمه الغذائيه. لذلك ممكن انه يسد الجوع بطريقه مخيفه، لانه انت بعد هذا الطبق اعتقد مليون بالمئه ما راح تجوع، مستحيل، لانه بي المكرونه والسباجيتي وبي التمن وبي العدس كلها ما تجيها مع بعض البعض. اعتقد انه الطبق الاصلي مالته كان عباره عن بس تمن وعدس. العدس اللي مستخدم بهذا الاكل اللي هو العدس الاسمر، قريب جدا من المجدره. المجدره كلنا نعرف ان الطبق هذا مشهور جدا في سوريا وايضا في لبنان، والكثير من المطابق تسويه. المجدره عباره عن تمن وبصل، نفس هذا البصل بالاضافه الى العدس الاسمر. طبعا هنا لك شغله مهمه جدا ممكن تخلوها انا خالها خارج، اللي هي ممكن الشطه. الشطه راح تعطي طعم كلش طيب للكشري، فراح اخلي شويه شطه هنا. يا سلام، الله على الاكل المصري يا عم، واحلى كشري من المطبخ الف عافيه. طبعا الاطباق راح تكون خلال عيد المبارك هي اطباق مميزه من بعض الدول، وتكون ايضا اطباق تكون شعبيه. الاطباق هذه نحاول انه نجيب اسرارها في المطبخ ونخليكم تعرفون اسرارها من الالف للياء. اتمنى حلقه اليوم عجبتكم، نشوفكم ان شاء الله على خير باكله جديده وايضا مطبخ سري جديد. مني انا شيف خلدون من الف عافيه، اقول لكم باي باي.